صباح الخير ويوم جمعة مبارك. كنت منه إن شاء الله لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. طبعا موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة، وكيف ما عودناكم ككل يوم جمعة مواضيعنا فيه كتكون خاصة بالزيوت الأساسية. اليوم غادي نتكلموا على نوع جديد من هاد الزيوت واللي هو زيت البسباس. شنو المكونات ديال هاد الزيت؟ كذلك شنو مختلف الاستعمالات ديالو؟ واش عنده أضرار ولا آثار جانبية ولا لا؟ هذه كلها أمور غادي نكتشفوها اليوم مع الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية من خلال حلقة اليوم في برنامجكم صحة وسلامة. غادي نتقفوا اللحظة مع أولى ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم دائما من جديد. كنرحبوا بكل أوفياءنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة ككل يوم جمعة. مواضيعنا كتكون عندها علاقة بالزيوت الأساسية بحضور الدكتور عبد الخالق رمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا، يوم جمعة مبارك إن شاء الله علينا وعليك وعلى جميع المستمعات والمستمعين. وكيف ما كنقول لهم صباح معطر إن شاء الله في الزيوت الأساسية اللي كنطرقوا ليها في كل حلقة. طيب اليوم كيف نشرنا موضوعنا غادي يكون على زيت البسباس، وحنا يمكن المعروف أنه كخضرة وهي من يعني حاضرة في هذا الموسم بطبيعة الحال، فكيستعملوه الكثير من ربات البيوت والأمهات في الشيوات وفي الطويجنات ديالهم. اليوم غادي نتكلموا عليه كنوع من الزيوت الأساسية، فهذه فرصة باش معاك دكتور عبد الخالق الرمضاني نتعرفوا على المكونات ديالو ديال زيت البسباس شنو هي. هي زيت البسباس يعني في كيف ما معروف هو المستخلص بعدا كيتستخلص من الزرعه ديال البسباس، يعني الزرعه في الاخر فاش كيعطيها كناخذوها وهي اللي كنستخلصوا منها هذاك الزيت الاساسي. وهاد الويل اسونسييل او حتى الزريعه ديال البسباس يعني دائما كتعجبني داك الشويه ديال التاريخ، لان علاش؟ لان التاريخ ربما فيما يخص الاعشاب الطبيه كيعطي هذيك المصداقيه نتاعها، كيعطي هذيك المصداقيه ديالو كيخلينا نتاكدوا من السميه ديالها، يعني من الاضرار الجانبيه ديالها. بحال مثلا ملي كنهضروا مثلا البسباس هو داخل في ديك الاعشاب اللي قديمه اللي كان دائما كان كيستعملوها. ولما كنتكلموا نسمح لي دكتور عبد الخالق رمضان على التاريخ، يعني اللي جات بالتجربه ديال الاجداد ديالنا، يعني جدودنا لانهم جربوها حتى بالحضارات اللي في الكتب القديمه وداك الشيء كنلقاو ربما كانت استعمالات اخرى، كانت استعمالات ديال ربما ديال شي بلايص اخرين ديال العشبه، ولكن المهم كانت حاضره. بحال مثلا زريعه البسباس فدائما كانت حاضره في مثلا في الطب الصيني، كانوا دائما كيستعملوها المشاكل ديال الجهاز الهضمي والمشاكل ديال الجهاز التنفسي ديال الناس اللي عندهم الكحان، الناس اللي عندهم بوغ ليكسبكتوراسيون، كانوا كذلك كانوا بعض الاستعمالات الخارجيه. الرومان هو هنا اللي ربما وقيله فين عرفات الاوج ديالها، لانه كانوا كيصوبوا بها واحد الكاطو واحد الحلوى ميستاسيون. هذيك الحلوى كانوا كيصوبوها وكانوا كيديروها دائما بعد ديك الافراح، دائما فاش كيكون شي وليمه يعني عسيره الهضم كانوا دائما كيديروا هاد الكاطو هذا. وهذاك الكاطو اللي كانت معك هكا فكرة، راها الآن بدأت بعد المحاولات لإحياء ديال هاد العادة هذه، ودابا هي ولات هي اللي كتستعمل في دوك لي غاطو ديال ديونوس ديال الحفل الزفاف وداك الشيء، يعني ولات كتدخل في هاد المكونات هذه. علاش؟ لأنه فعلا كيكون من بعد الوليمة من بعد داك الماكلة وداك الشيء كيكون عسر ديال الهضم عند العدد كبير من المدعوين، وبالتالي هاد الغاطو هذا مدار باش كي ينقص من هذاك المشاكل هذه. كذلك جميع الحضارات اللي من بعد كنلقاو على انه دائما كانت حاضره يعني من هذا الاستعمال وهذا الاستعمال. ما عرفتش دارت دراسات علميه اللي كاين منها اللي هي دراسات تجريبيه اللي دار تجارب، بحال مؤخرا كانت واحد دارت واحد الدراسه واللي دارت على عند ديغا يعني عند فئران ديال التجارب، واللي تبت على انه هذوك الفئران اللي كانوا عندهم مشاكل خاصه في الكبد فالاستعمال ديال الزيوت الاساسيه ديال البسباس، فمن بين الحوايج اللي نفعنا بهم هو انه خلى لو فوا ديالهم تنتعش ميم روجينيراتور ديال لي سيلول هيباتيك، يعني حتى الخلايا ديال الكبد يعني كتعاود تعيش. في كذلك باش نهضروا على المكونات اللي كاينين فيه ولا الاستعمالات ديالهم،
فدائما كنا كنلقاو في جميع مثلا لي بوبليكاسيون كنلقاو على انه كيهضروا على الزيت الاساسي ديال 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 البسباس وديال زريعه البسباس والمنفعه ديالو اللي كاينه على المشاكل ديال 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 الكعبه ديال الناس اللي عندهم مثلا دي بروشيت سامبل، الناس اللي عندهم بعض المرات اللي عندهم مشاكل في ديك الافرازات، فهو كذلك ميكوليتيك اكسبكتورونت، معناه انه الناس كيقدروا تغيد. وهنايا خاصه من واحد جوج مكونات اللي هما الكريوسول الى الفابينين، هادو جوج مكونات اللي معروف عليهم كذلك على انهم كينظفوا كنطفوا لنا حتى القصبة الهوائية، وبالتالي كيخليونا نتفاداو بعض بعض المشاكل ديال التعفنات اللي كتقدر تصاب بنا القصبة الهوائية. كذلك هنايا من بين المكونات ديالو كنلقاو لانيتول. هاد لانيتول هذا اللي حنا كنلقاوه حاضر في واحد العدد كبير من المنتجات اللي كنلقاوها دابا في الكوميرس، اللي موجوده ملي كنهضر في الكوميرس يعني موجوده في لي فارماسي، موجوده في الصيدليات، وربما حتى بعض المكونات منها اللي كنلقاو فيها حتى ديك النسمه ديال البسباس. فهي مهمه فافوريز لا ديجستيون، بمعنى انها كتخلي العمليه ديال الهضم كتمر بواحد الشكل اللي هو صحي، وكتسهل علينا خاصه الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال عسر الهضم او لا مثلا مشاكل ديال دايوغ لانيتول داخل في من بين المكونات ديال واحد العدد كبير ديال العلاجات اللي كتدخل في المشاكل ديال لو غوفلو. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل كترجع لهم الافرازات ديال المعده كيحسوا بها في الغرفه ديالهم وكتسبب لهم الحرقه. كذلك من بين المكونات اللي كاينه فيه واللي نبغي نشير ليها كاين جوج، كاين ديانيتول وكاين فوتونيتول. هادو اللي في الذات ديال الانسان كيخدموا لينا فحال خاصه عند المراه كيخدموا فحالهم فحال الاستروجين، وبالتالي وهما متواجدين بواحد الكميه اللي هي قليله، وبالتالي فهما يعني منصح بهم. داير هنا كنصح السيدات من بين الحوايج اللي انهم يدخلون في العدد ديالهم خاصه ملي كيوصل لواحد السن معينه اللي باش كيوجدوا السن لامينوبوز، يعني باش كيوجدوا راسهم لها وحتى باش يعيشوها مزيان، لانه كيكون عندهم داك النقص المشكل ديال الهرمونات، كيكون عندهم داك الاختلالات اللي كتكون من بعد. فبالتالي فبعض الزيوت الاساسيه منهم خاصه لانيس كما ذكرنا بحكم هذوك جوج المكونات اللي هما ديانيتول والفوتونيتول، فكتخفف من ديك الاضرار الجانبيه ديال هذاك المشاكل ديال النقصان ديال هذوك الهرمونات، وبالتالي كتكون كذلك حتى وقايه لواحد العدد كبير ديال المشاكل الصحيه اللي كتقدر تصاب بها. كذلك هنايا كاينه بعض المحاولات لاستعمالها بهاد الزيت الاساسي لاستعمالها كذلك عند الرجال، ولكن هنايا كمصاحبه. هنا ربما وقيلا شي مساله اللي واخا ما كنبغيش نتطرق لها اليوم نقدر نتطرق لها، يعني كتكون مصاحبه لبعض الناس اللي كيقدروا يعانيوا من بعض الاورام خاصه الاورام ديال البروستات. ففي بعض العلاجات وهنايا كاينه محاوله المصاحبه بهذا الزيت الاساسي، لانه كنعرفوا لوغمونوثيرابي والاهميه ديالها في لا بريزون شارج ديال هاد الاورام هذه. ف كاينه محاولات انه يكون المصاحبه بهذا لانيس يعني بموازاه مع العلاج اللي كيخدخدوا ليه. كذلك من بين الاستعمالات ديالو كنقدروا نقولوا عند الناس مثلا عند السيدات خاصه اللي كيكون عندهم مثلا المرضعات، فمن بين اللي معروف عليه كاينين اعشاب اخرى كنا تطرقنا لهم، ولكن هنا من بين الزيوت الاساسيه القليله كتقدر تستعملها السيده المرضعه. علاش؟ لانها كتقدر تعاونها وتقدر تستعملها حتى كعشبه. حنا كنلاحظوا على ان دائما كنلقاو في التقاليد ديالنا كنقدروا نعطيو ديك الشربه ديال الحساء
اللي فيها الشعير، فيها البلبوله، فيها حبه حلاوه، فيها النافع، فيها البسباس، يعني واحد الحويجات، فيها الحلبه، الحويجات اللي هما معروفين عليهم وفعلا من المكونات ديالهم، كيعاونونا باش تكون ديك لا مونتيليتوز، كيعاونونا باش السيدات يطلع عندهم الحليب. كذلك هذا الزيت الاساسي من بين الحوايج اللي معروفين عليه بالحكم المكونات ديالو، دائما فيه واحد الكميه مهمه من الديزالدين اللي كيخلينا كذلك نخدموا حتى بعض الالتهابات وبعض الاوجاع، يعني كوم يقدر يخدم لنا مزيان كوم اونتي انفلاماتوار وسي كوم اونتالجيك، يعني والناس اللي كيعانيو من بعض المشاكل المزمنه، فراه مزيان انهم مره تكون احنا نفكروا في الزيوت الاساسيه، راه المنفعه ديالها كتكون بزاف، خاصه في هذا الاتجاه هذا ديال المضادات الالتهاب ومضادات الحرق. وكذلك بوسكو ذكرناها بحكم المكونات الاخرى اللي حنا ذكرناها، فراه بطبيعه الحال حتى بعض التعفنات اللي كتكون خارجيه، فراه الزيت الاساسي ديال البسباس كيخدم لها. نعم، تكلمتي على المرأة المرضعة هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني، ونادرا لما بعض الأعشاب ولا الزيوت الأساسية كنقولوا ما كاينش تخوف ولو تستعملهم المرأة في هذه الفترة. بالنسبة كذلك المرأة اللي في الفترة ديال الحمل، واش مسموح انها تستعمل ولا تستخدم زيت البسباس ولا لا؟ هي الحين كاين بزاف المنظمات، مثلا الفود اند دروغ اورجانيزيشن مثلا ما ذكرتش على ان هاد العشبه ولا حتى الزيت الاساسي يعني عندها شي اضرار اللي هي خطيره على المراه الحامل. اللهم هنا نيت بوسكو ذكرنا الاضرار، يعني الانسان حتى الا كثر منها اشنا هي بطبيعه الحال، خاصه يعني الاستعمالات ما تتجاوزش واحد 8 واحد 10 نقاط في اليوم، على اساس ان احنا ما نفوتوش واحد المده ديال 10 ايام. ولكن إذن ولكن السيدات الواحد اللي كثر منهم فيقدر يعاني من واحد جوج الحويجات اللي هما معروفين، اللي هما يقدر يتصاب بواحد الحاله ديال الاسهال، ويقدر يتصاب بواحد الحاله ديال التقيؤ. وهنا هذه عار كفكره، فراه هذه كد الضرر الجانبي، فراه يقدر يكون عند السيده الحامل ولا عند أيوة الناس. نعم، غنرجع لك مازال الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. اليوم موضوعنا عن زيت البسباس كنوع من الزيوت الاساسيه. مرحبا بكل اسئلتكم، ارقامنا كالعاده على الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09. وما تنساوش راه كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل الاس ام اس اللي هو 5080. ما تنساوش دائما كنذكركم في اول الرسالة ديالكم قوموا بكتابة كلمة صحة SAHA، خلوا فراغ وبعثوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ثم الاسماس هو 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقاو مع فاصل ونعود دائما نواصل. خليكم البسباس كواحد من الزيوت الأساسية، فيه مكونات كتخليه تكون عنده أدوار اللي هي كثيرة، بحيث أنه كينظف القصبات الهوائية وكيخلصها من الإفرازات اللي كتكون فيها، كينشط عمل الكبد وكيساعد على عملية الهضم بشكل صحيح في حال كان العسر ديالو، وكذلك كيساعد على التخفيف من حرقة المعدة. هذا بالإضافة إلى أن زيت البسباس كيقدر يكون مضاد للالتهاب والتعفنات. أما بخصوص الاستعمال ديالو، فشار اليوم ضيفنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني أنه لازم ناخذ منه ما بين 8 حتى 10 ديال النقط في اليوم، المدة ما كيخصهاش تفوت 10 ديال الأيام. وكيف مجرات العادة وعلى غرار باقي أنواع الزيوت الأساسية، بطبيعة الحال كنقوموا بخلطه مع زيت النباتية، وكانت هذه نصيحة اليوم. نتمنى تكونوا لقيتوا راحتكم معنا. موعدنا في الحلقة الغديو دائما الإذاعة القريبة منكم، احنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم حديثنا على زيت البسباس كواحد من الزيوت الأساسية بحضور دكتور عبد الخالق رمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. مرحبا بكل أسئلتكم 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 43 00 09، وإلا عن طريق رقم خاص دائما برسائل اس ام اس اللي هو 5080. كيكفي أنه في أول الرسالة ديالكم كتقوموا كتابة كلمة صحة SAHA، تخليو فراغ وتبعثوا السؤال ديالكم ثم الاس ام اس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي ناخذوا اول مكالمه معنا هذا الصباح. ام خوله من مدينه الدار البيضاء، صباح الخير ام خوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله ام خوله. مرحبا بك. كنشكركم، كنشكر الدكتور رمضاني. شكرا لك ام خوله بزاف.
مرحبا ام خوله. الله يخليك. بغيت غير نسول الدكتور على بالنسبه لزيت السباس، حيت ما كنقدروش نثيقوا في كاع الزيوت اللي كتباع، واش ممكن نستخرجوها مثلا ناخذ زيت السباس ونزيدوا ليها اي زيت؟ نعم، وتصيبي زعما عندك في الدار. اييه نعم. الله يخليك، ممكن تسول واحد السؤال؟ مرحبا مرحبا ام خوله. الله يخلي معكم، سولت واحد المره وما بقاش لكم الوقت. شنو هو سؤالك؟ واخا شكرا. كان تكلم الدكتور على الاملاج. نعم. هو الاهليلاج. نعم. إذا ممكن شكرا. هذه عشبة، هذه عشبة أم خولة. عشبة هو كتكلم على الدكتورة سميتها إهليلج بالمغربية، وبغيت نتأكد واش هي الأملاج. واش هي الأملاج؟ نعم، واضح أم خولة. إن شاء الله نجاوبك اليوم، خليك معنا في الاستماع. نمشيو هذه المرة المكناس وناخذوا أمينة على الخط. مرحبا بك أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام أخت عفاف، سلام أستاذ رمضاني. مرحبا بك أمينة. طاقم ديال ميد راديو اللي كيهتم بينا وكيسعدنا من الصباح حتى الليل. الحمد لله. شكرا لك أمينة، تحية لناس ديال مكناس. بارك الله فيك. أخت عفاف، نسول يعني ملي كنهضروا على الزيوت الأساسية، نعم، واش الفائدة ديالها بحال الفائدة ديال يعني المصدر ديالها، يعني بحال هضرنا على السباس، يعني النبتة الفاكهة ولا الخضرة، واش يعني نفس الفوائد ديالها؟ نعم. واش نقدروا نستغناو على الزيت الاساسيه وناكلوا يعني هكذا هي حبه يعني في الاصل ديالها؟ واضح السؤال ديالك امينه، شكرا لك توصلتي معنا من مكناس. غادي نبقاو في مكناس دائما باش ناخذوا جواد هذه المره. صباح الخير جواد. للاسف انقطع الاتصال مع جواد، غادي نمشيو لتمارة باش ناخذوا خديجه. صباح الخير خديجه. السلام عليكم اختي. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. شكرا لكم وللدكتور. شكرا لك خديجه، مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يجازيكم بخير اختي. ولدي عنده 11 عام. نعم. قصته شي حاجه في شعره وما عرفناهاش الطبيب، مازال ما عرفش واش استضافيه ولا التونيه، وقالوا لي ندير زيت البسباس، واش يصلح ولا ما يصلح؟ ولا كان ما يصلحش الدكتور نصحنا شي نصيحه من عنده الله يعطيه. نعم. التشخيص دابا الوليد مازال ما تعرفش شنو هو خديجه؟ لا مازال ما تعرفش، هو خوات ليه البلاصه وملي كندير ليه غير التومه كتولي حمراء وكتربي القشره. نعم. ولكن الشعر كيطيح، كتخوى البلاصه ديال الشعر. نعم. في بلاصه وحده ما دارت ليش على الشعر كله. لما عملتي التحاليل كانوا مزيانين؟ التحاليل الخاصه؟ لا التحاليل مزيانين، قالوا لي ما عندوش صدفيه وما عندوش تونيه، قالوا لي يمكن يكون تعصب. نعم. في الدراسه ديالو الوليد ديالك كيف عامله خديجه؟ لا الحمد لله بخير. مزيان في الدراسه ديالو؟ لا تبر احسن واحده الحمد لله. هو كي ملي كانت عنده 5 سنين، قلت واحد المره نيت عيطت لكم وقلت عليكم. نعم. وقولي بالنسبه للصدفيه، كاين عندكم حالات في العائله ولا لا؟ لا لا عمرها، داكشي باش ما عرفت ليهاش متخوفه منها، عمرنا ما جاتنا لا تونيه ولا صدفيه. ان شاء الله يكون مشكل بسيط ان شاء الله خديجه. شكرا لك توصلتي معنا من تماره. شكرا لك، ان شاء الله نجاوبوك في حلقه اليوم. صحه وسلامه على ميد غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم. مرحبا بكل اسئلتكم 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 09 او عن طريق الرقم 50 80 اللي هو رقم خاص برسائل الاس ام اس. غادي نمشيو باش نجاوبوا على السؤال ديال ام خوله، وان شاء الله نرجعوا باش نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام. دكتور عبد الخالق رمضاني، ام خوله سولات على دائما هذا السؤال كيتطرح لنا، يعني تقريبا لاحظتي في كل حلقه كل يوم جمعه الحلقات اللي خاصين بالزيوت الاساسيه، الناس يعني ديك الثقه يعني في زيت اساسي 100% راه ما كايناش نهائيا. فدابا ام خوله كتسول واش ممكن زيت البسباس نصيبوه في الدار؟ اول حاجه فيما يخص الثقه، يعني انا كنعرف لحد الان دابا تقريبا واحد كاين بعض المسوقين ديال الزيوت الاساسيه لالينيا اللي كيستعملوا التسويق ديال الطريقه باش كيسوقوهم بالطريقه اللي هي معترف بها في العالم كامل، اللي هي الزيت الاساسي دي سبيس بوتانيك، شنو هي المنطقه اللي البلاصه منين تخرجنا هذيك الزيت الاساسي، وكذلك الذات اللي تحديدات، دونك عرفنا المكونات ديالو. وكنقولوا دائما هذا الدكتور عبد الخالق رمضاني، هذا راه الشرط لما كنمشيو نشريو زيت اساسي، فضروري هذه الامور لقوها مكتوبه في هذيك القرعه الصغيره ديال الزاج اللي كتكون مثلا في الزيت الاساسي، ولا نوع ديال البلاستيك كيف ما كتشير دائما اللي كيكون خاص، ماشي اي نوع ديال البلاستيك اللي كنخزنوا فيه هاد الزيوت. هاد البيوتي هاد البلاستيك هذا في حاله اللي ما كانش عندنا ديك القنينات ديال الزاج، ولا ما كانش عندنا يعني، هو من الاحسن انه واحد القنينات ديال الزاج، وحتى هي في الحقيقه راه حتى هي عندها معايير. يعني المساله اللي نبغي نقول هو فاش كنتعاملوا مع الزيوت الاساسيه، راه كنتعاملوا مع مركز يعني ربما يعني في الاعشاب الطبيه اكثر ما كنقدروا نركزوا هو الزيوت الاساسيه. بمعنى ان احنا من بعد المرات راه نقدروا يكون عندنا في لتر واحد من الزيوت الاساسيه المفعول ديال 100 كيلو ديال الاعشاب،
باش نعرفوا زعما الكميه نقدروا نلقاو فيها مثلا 60% ديال الكاريبتول ولا نقدروا نلقاو فيها اكثر 90%. يعني ضروري ان احنا في كل سنه هذاك الزيت الاساسي كيختلف. اذا كل سنه خاصنا نديروا ليه التحليله ديالو باش كنعرفوا اشنا هو البروفيل ديالو في ذاك الوقت هذا. بالنسبه للام خوله ذكرت على الاستخلاص الاستخلاص ديال المكوش تقدر يكون في الدار عن طريق الطرقات في الزيت نسبيا، لانه نسبيا هو ملي كنديروا الماسيغاسيون نحافظوا على على المعايير ديالها، يعني ديك 15% 10% تقريبا على حساب العشبه، يعني هنا على حساب العشبه على حساب الذوق ديالها. بعض المرات يعني خاصنا نتعلموا حتى نشموا العشب نشموها كندوقوها باش كنعرفوا نحركوها ما بين يدينا باش كنشوفوها واش قديمه ولا جديده. يعني كاين شي حوايج اللي ضروري يكونوا عندنا ك باش ملي كنبغيو نتعاملوا مع الاعشاب، واخا غير هاد واخا كنبغيو نستعملوا حتى منسمات خاصنا نبداو نفكروا نديروا هكا. اذا ملي كنرقدوها من الاحسن ان احنا على الاقل نمشيو بها واحد 3 ايام حتى 4 ايام ومن بعد كنستعملوا هذاك الزيت. هذاك الزيت هذا كتكون فيه واحد العدد من المكونات اللي استخلصناها من هذيك العشبه، ولكن ما كتكونش عندنا ديك المكونات كامله، لان كاين بعض المكونات اللي كتكون ما كتطلقش في الزيت كتطلق في الماء، وكاين بعض المكونات اللي كتطلقش لا في الماء لا في الزيت كتطلق في الكول. اذا دوك يعني كنكون عندنا غير واحد النسبه من المكونات ديال هذيك العشبه هي اللي كنستخلصوها في الزيت. نعم، اش من النوع ديال الزيت مثلا بالنسبه للطرقات ديال زريعه البسباس اللي كترقد فيه؟ هي جميع الزيوت النباتية جاهزة. إذا يعني ممكن زيت المائدة، ممكن زيت أرغان، ومن الأحسن زيت العود، زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون ولا زيت العود على حسب المناطق، يعني كيكون خاصة جديد وموجود الحمد لله عندنا وصحي هو أصلا. دونك ملي كنضيفوا ليه هاد المكونات هادو كيتنسم وكيضافوا لي كذلك بعض المكونات. نعم، اللي كتكون نافعه. كتبقى غير المقادير واش غتكون مضبوطه ولا لا دكتور؟ لا هي ملي كنستعملوه كمصيغه ما نتسناوش، لان حنا ما نتسناوش منه ذاك البعد العلاجي يعني اللي كاين في العشبه، لان حنا ما كنقدروش نستهلكوا ما كنستخلصوش المكونات كثيره وما كنوصلوا يلا كيبقى في ذاك كتنسيم كيساعدنا في الهضم كي الاطباق ديالنا كتكون صحيه. كنقدروا نستعملوه هنايا نقدروا نستعملوه في بعض المحالات ديال الالتهاب، يعني كتبقى الاستعمالات ديالو كتكون شويه محدوده. نعم، غنرجعوا دائما نوصلوا باقي طبعا لقائنا في حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ماد غاديو. مرحبا بكل اسئلتكم 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09. فغادي نتوقفوا مع فاصل على ماد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. رجعنا باش نتواصلوا معكم اوفيانا في حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه. فقبل ما غادي نجاوبوا مازال غنرجعوا باش نجاوبوا على سؤال امينه من مكناس، كذلك على سؤال ديال خديجه من تمره بخصوص الوليد ديالها. غادي ناخذوا هذه المره ام عبد الله معنا من مراكش. صباح الخير ام عبد الله. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا، مرحبا بك. كنشكركم على البرنامج. شكرا لك، مرحبا. سؤالي هو هذاك الزيت ديال البسباس باش نجي للسكاتريس. نعم، مع واحد الوليد عنده 12 عام وبشرته ناشفه وفيه شي بقع بيضين. سول الدكتور على الزيت الله يخليك. نعم، واش ممكن تستعملوه على البشره كذلك؟ واضح سؤال ديالك ام عبد الله، شكرا لك توصلتي معنا من مراكش. نمشيو لفاس هذه المره وصفيه على الخط. مرحبا بك صفيه. الو صباح الخير اختي عفاف. صباح النور. مرحبا بك صفيه، شنو سؤالك؟ الله يخليك حبيبه، بغيت نسول الدكتور على هاد الزيوت. نعم. يمكن لي نشريها من يعني محل شعبي، حيت كاين شي محل شعبي اللي عنده جميع انواع الزيوت. نعم، واش زعما بغيت ينصحني واش نشريه من ديك المحل ولا ضروري خصني نشريهم من الصيدليه؟ واضح سؤال ان شاء الله نجاوبوك صفيه من فاس، شكرا لك تواصلتي معنا. ناخذ مكالمه اخرى بها غادي نختموا الاتصالات والمكالمات الهاتفيه اللي هي امينه دائما من مدينه فاس. مرحبا بك امينه. السلام عليكم. خير. وعليكم السلام ورحمه الله امينه. عفاك نكلا سؤال الدكتور. طبيعه الحال. عفاك انا كانت جاتني بوشويكه. نعم. خلات لي لاطراس في وجهي وديك الشيء، واش يمكن لي ندير يصلح لي زيت اركان؟ زيت اركان. وي زيد يفيدني شنو يصلح لي. نعم، شحال في العمر ديالك امينه؟ 24 سنه. 24 سنه، نعم. هي جاتك في الصغر ديالك؟
لا ما جاتنيش الصفار عاد كي جاتني على شي 15 يوم. يلا هادي شي 15 يوم. نعم واضح. خلات فيك هذوك الثقوب كنعرفوا انه بوشويكه او لا لا غسال كتخلي. نعم جاري شي ثلاثه الحدات. شكرا لك امينه. تواصلتي معنا من فاس وغادي نمشيو كذلك باش نجاوبوا على بعض الاسئله ديال المستمعات الكريمات وكل الاوفياء ديال برنامج صحه وسلامه اللي كيبعثوا اسئلتهم عن طريق الرقم 5080. نجاوبوا امينه من مكناس دكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هي سولات او لا قبل كان حتى السؤال ديال ام خوله الاملج كتسول على هذه العشبه. هو الفلس هو الاهليلج هو الاهليلج يعني هما زوج ديال الاسماء العشبه وحده. تمام نعم. هما الفلس. بالنسبه لامينه من مكناس الزيوت الاساسيه يعني قالت واش ممكن انهم نتخلاو عليها وناخذوا الفائده ديالها من الحبه ديالها في الاصل. هما كيف ما ذكرت فالزيوت الاساسيه هما المركز ياك ولكن ما كيمنعش ان هذيك المكونات اللي كنلقاوها في الزيوت الاساسيه فاحنا موجوده عندنا هي اللي كنلقاوها في الاعشاب الطبيه ولكن احنا في الاعشاب الطبيه اللي مزيان فيها هو ان احنا كنستافدوا كذلك من مكونات اخرى من الفيتامينات من الاملاح من الاحماض يعني الدهنيه احماض امينيه يعني جميع المكونات اللي احنا كنلقاوها فيها وكنستافدوا منها ولكن ما كنوصلوش للتركيز بعيد بزاف باش نوصلوا للتركيز ديال الزيوت الاساسيه. نمشيو نجاوبوا على سؤال ديال خديجه من تماره بخصوص الوليد ديالها اللي في العمر ديالو 11 سنه خوالي الشعر ديالو يعني هي الحمد لله التشخيص ديال الاطباء يعني ماشي صدفيه ماشي حتى يعني التونيا كيف ما هي الشرط ولكن يعني قالت هي شاكين يمكن في الحاله النفسيه ديال الوليد هي اللي خلات الشعر ديالو يطيح فدابا نصحوها بعض الناس انها تستعمل الزيت ديال البسباس واش فعلا غيكون فعال في هذه الحاله ديال الوليد ديالها ولا لا دكتور عبد الخالق رمضاني؟ هو هنايا في هذه الحاله هذه فاش كتكون الحاله النفسيه ديجا اصلا بعدا كما قلنا باقي التشخيص باقي ما راسينش عليه واش صدفيه واش تونيا واش بولاد واش يعني باقي ما كاينش التشخيص ولكن ما كيمنعش على انه ديجا بعد الزيوت الاساسيه المهدئه وخاصه في السن ديال الطفل ديال 11 سنه يعني هنا كاين الزيت الاساسي ديال الخزامه ديال لافوندولا وغستيفوريا اللي كيلعب واحد الدور في نفس الوقت مهدئ وفي نفس الوقت ريجينيراتور بمعنى انه كينفع الطفل انه يرتاح وكيخلي البشره انها تعاود تنتعش. زيت الخزامه زيت الخزامه يعني هنا كنصيحه اوليه ولكن ضروري كيبقى خاص تكمل يعني في التشخيص باش يتعرف شنو هو السبب بالضبط واش السبب النفسي اللي خاصو توتين بريزون شارج الا كان حيت بعد مرات قدر كاين الاحتمال ديال لابولات كذلك ولد في هذه الحاله. نعم نمشيو باش نجاوبوا هاد المره على سؤال ديال ام عبد الله من مراكش واش زيت البسباس ممكن انه يزول دوك الاثار ديال مثلا الندوب ولا الجروح اللي كيكونوا فينا يعني كيبقاو واحد المده واش ممكن زيت البسباس هنا يزولهم بخصوص الوليد ديالها اللي في العمر ديالو 12 سنه. هي هنا عاوتاني هنايا انا في هذه الحاله هذه بلو سيكاتريزون ربما وقيلا كتبقى الزيت الاساسي ديال الخزامه كيبقى الزيت الاساسي ديال الورقه ديال سيدنا موسى كيبقاو بعض الزيوت الاساسي ديال العطر ديال الجيرانيوم بيلارغونيوم روزيوم يعني كيبقاو بعض الزيوت الاساسيه اللي في هذا الباب هذا كيتفوقوا على زيت البسباس. اذا ام عبد الله غادي نصحوها بواحد من هاد الزيوت اما زيت الخزامه كيف ما شرتي اما وعلما بان زيت ورقه سيدنا موسى. ديال العطرشه ديال بيلاغونيوم غوزيوم بالاخص حيت نسبيا الثمن ديالو ما غاليش بزاف والفعاليه ديالو ممتازه بزاف خاصه كتوافق حتى السن ديال الطفل هذا. هي حيت هي ذكرت دي بلاك بلونشاتر بقع بيضاء دونك ربما هنا عاوتاني كيبقى دائما كيبقى احنا عطينا غير هاد الاقتراحات ولكن دائما كيبقى التشخيص لانه اشنا هو واش بهاك واش شي مشكل اخر اللي ربما وقيلا حتى لا بريزون شارج ديالو خاصها تكون مختلفه. السؤال ديال صفيه من فاس واش يعني الزيوت الاساسيه حكر على انها تاخذها من الصيدليات من الاحسن باش يعني تفادى كل يعني المشاكل ولا ممكن انه ما يكونش مثلا زيت اساسي ولا تقدر تاخذها حتى من محل شعبي اللي هو متخصص في بيع الزيوت الاساسيه. هي الزيوت الأساسية دائما كنصح على أنها تشرب من المناطق اللي هما مختصين واللي كيتعاملوا باحترافية في تسويق الزيوت الأساسية وملي كنهضر على احترافية معني كيحافظوا على ديك المعايير اللي حنا دائما كنذكروها وكنركزوا عليها ما يكونش مقابل مثلا الأشعة ديال الشمس يكون في قراعي ديال الزاج من الأحسن يعني ماشي النوع ديال البلاستيك فهذه كلها أمور بالفعل دكتور عبد الخالق هي فعلا هي مسائل مهمة نعم هي بسيطة ولكن راه مهمة قلتي راه الفعالية ديال الزيت
الاساسي الا حطيناه مثلا غير لواحد المده في الشمس ولا شي يعني مكان اللي هو فيه الضوء بزاف راه المكون ديالو كيتغير. طب هي زيوت طياره هي زيوت حيه يعني المكونات ديالها شارجي الكتريك بسرعه كتفاعل انها تقدر تتفاعل مع المحيط ديالها وحتى الاشعه الشمس كتقدر تتدخل وتخلي التفاعل ديالها يتسرع دونك المكونات ديالها كتختلف وحتى ما كيبقاش الفعاليه ديالو اللي حنا كنقلبوا عليها هي هذيك. اذا هنا يكون ليتيكتاج محترم يكون لونتروبوزاج يعني الانسان فين حاطهم يكونوا بواحد اللي كتحترم هاد المعايير. كاينين الناس اللي كاينين صيدليات وللاسف ماشي جميع الصيدليات كنلقاو عندهم الزيوت الاساسيه وكاينين محلات اللي هما مختصه في تسويق الزيوت الاساسيه واللي كيتعاملوا بالاحترافيه اللي حنا ذكرنا. نعم بالنسبه للسؤال ديال امينه من فاس بوشويكه والاثار اللي كيخليو لهذوك الثقوب اللي كيبقاو في الوجه واش زيت ارغان نصحوها بعض الناس انها تستعمله واش هو فعال في هذه الحاله ولا لا؟ هي هنا نقدروا نصحوها بواحد الخلطه بوسكو باقا جديده واحد الخلطه اللي هي طبيعيه وممتازه في هذه الحالات هذه خاصه في, في, في حتى ديال لاكني وربما غادي نحاولوا نتذكروا نديروا فيها المساله اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت اللي هي الخرطال حيت الخرطال راه كذلك يقدر نخدموه كمغذي يعني كاستعمال خارجي. وهنايا واحد كمية قليلة واحد ثلاثة المعالق ديال الخرطال مثلا كنضيفوا لهم واحد معلقة ديال زيت أرغان مثلا هذاك يبقى اختيار. كاين اختيارات أخرى ديال زيت ديال لافوكا زيت ديال الجوجوبا يعني هاد الزيوت الأساسية يعني اللي موجود هو زيت أرغان وتضيف لهم بعض النقاط على حساب الكمية اللي غتستعمل واحد أربعة نقاط مثلا ديال الزيوت الأساسي خاصة هنايا ديال نفضل يكون يا إما الخزامة يا إما ديال الورقة ديال سيدنا موسى وتستعملهم يعني تخليهم في الوجه ديالها واحد القسمين وتغسل وجهها بشي ماء دافئ. نعم الخرطال كتستعملو مطحون طبيعه الحال طبيعه الحال وكديروا في حالك كتصوب واحد العجينه اللي كتكون ماسك كتعمل الوجه ديالها. نعم غادي نجاوب بسرعه المستمعه الكريمه مستمعه كتسول على زيت الحلبه يعني كتستعملو الوجه ديالها كل مره في الليل باش كيصفي الوجه واش طريقه صحيه ولا توقفوا؟ هي كمنظف كمغذي يعني ما تسناش منه كتبيتو في الوجه ديالها اهم حاجه هو انها تتفادى انها تخرج به في الصباح نتاعها لانه ربما كيركز الاشعه ديال الشمس على الوجه ديالو وبالتالي تقدر تتعرض للمضاعفات مشيتي. نعم كذلك مستمعه كريمه كتسول هي صباح من مدينه الرباط كتقول الشعر ديالي جاف ما تخيلوش شحال عندي مشكل مع الشعر ديالي بزاف بغيت الدكتور عبد الخالق رمضاني يعطيني بعض الزيوت الاساسيه اللي نستعملها للشعر الجاف. بعدا كاين كاختيار اول الزيت الاساسي ديال العطرشه زيت ازير ممكن كذلك الزيت الاساسي ديال ازير وكتبقى انا دائما كيبقى مهم هو الزيت النباتي اللي كنستعملو مثلا هنا كيبقى عند الاختيار ديال الزيت ديال الارغان والزيت ديال لافوكا حتى هو كيبقى كيناسب خاصه النوغي كيغديو الشعر خصوصا الا كان جاف. شكرا لك دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه لفرصه مقبله بحول الله.